السلام عليكم ورحمة الله. بس حدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدا عم يسمعني؟ لا ما بسمع حدا. ايه دكتورة اسمعينا. دكتورة اسماء نحن عم نسمعك. طيب يلا نبدأ التسجيل. ألو يلا دكتورة ثواني ورح نبدأ تسجيل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح ناخذ المحاضرة محمد، هيك منيح تمام؟ ايه دكتورة اسماء ممتاز توكلي. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح ناخذ المحاضرة السادسة من محاضرات الغداد. المحاضرة حتكون عن اختلاطات الداء السكري. هي وقت الواحد بيعرف شو الخطر، فلذلك بيتنبه وبينبه المرضى على موضوع الداء السكري. مثل ما قلت لكم، هلا مريض احيانا انه خلص سكره ما عدته فات على التواليت، ما عدته عطش زياده، بيفكر انه سكره صار 10 على 10. احنا هي الفكره يلي بدنا نقولها للمرضى، انه السكر كل ما ضبطناه بشكل اقرب للطبيعي كل ما بتبعد عنه هالاختلاطات الخطيرة اللي رح نحكي عنها اليوم. هلأ اختلاطات الداء السكري، في عنا قلنا اختلاطات حادة يلي إنه المريض بفوت فيه على العناية، المرة الماضية ذكرناهن، اللي على رأسهم الحماض الخلوني السكري الذي يشيع عند السكريين نمط أول، الحماض سبات مفرط التناضح يلي بيجي عند الرجال الكبار بالعمر يلي ما بينسوا يشربوا مي وبياكلوا حلويات كتير، واللي عقلهم يعني مسنين وما كتير يعني بصير يعني إدراكهم قليل، هدول كتير بتشيع عندهم هالقصة، وغالباً إنه هاي الحالة مميتة. عندنا الحماض اللبني المرة الماضية حكينا عنهم، هلأ بدنا نحكي عن الاختلاطات المزمنة يلي بتصير بعد 10 20 30. في عنا إصابات الأوعية الكبيرة وعنا اعتلال الأوعية الصغيرة. اعتلال الأوعية الصغيرة بيشمل اعتلال الشبكية والكلية والأعصاب، وفي عنا آخر شيء القدم السكرية. جاي على بالي اليوم أحكي من عقلي أول ربع ساعة، وبعدين رح أمرق على السلايدات بإذن الله. إذا بدنا نحكي عن الاعتلال الأوعية الدقيقة، بتتذكروا المرة الماضية وقت شرحت لكم عن إنه إذا صارت مشكلة تحريق أو حالة قلبية أو أي مشكلة بالجزيرة السابعة بجزيرة النخيل، ممكن إذا اتصلنا بالطوارئ بثلاث ثواني يمكن يكونوا عنا، لأنه السيارات ماشية والشوارع حلوة وكل الأمور مستتبة، وقارناهم مع شوارع الغوطة أو شوارع أي بلد بتحبوها مشان أسيء لأي بلد. المهم إنه تكون كلياتها الشوارع محفرة أو كذا، أو مثلاً كل واحد حاطط كلبة على كيفه، صار حادث، صار زلمة تاجر بده ينزل البضاعة بيحطها بنص الشارع، بتيجي الإسعاف لحتى تصل، بيكون نحن نادينا لهم من ساعة وهن إجوا بعد ساعة، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب واللي احترق واللي مات واللي عاش، يعني مشكلة مشكلة. نفس الشيء عن مريض السكري، اعتلال الأوعية الدقيقة إنه إذا صار مشكلة بإبهام الإصبع، ريثما تجي المناعة بيكون انبتر الإجر وحسبي الله ونعم الوكيل. هلأ فلذلك هي الأوعية الدقيقة والحارات الصغيرة الصغيرة أنا هي اللي بدي أهتم فيها. يا أخي تصل الإغاثة والإعانة لآخر بيت أنا ممكن أصله بأسرع طريقة.
أي مشكلة بتصير دغري عند الإنسان بيغير عند المرض السكري يمكن شخص من الحدة يصير حيصير عنا مشكلة كبيرة كتير. هلأ على رأس الاختلاط عنا اختلاطات الأوعية الكبيرة، على رأسها الأوعية القلبية، الأوعية القلبية والأوعية الدماغية والأوعية البطنية وأوعية المغذية للطرفين السفليين. هدلولي اضطرابات الأوعية الكبيرة. تعرفوا إنه المرضى السكريين كتير معرضين للجلطة أصلاً. أول ما تستجوب مريض الاحتشاء أو نقص التروية القلبية، هل عندك سكري؟ ليش؟ لأنه السكري من العوامل الخطورة الكبيرة لحدوث الاحتشاءات والأمراض الوعائية الخسارية. عنا مثل ما حكينا بالمرضى الاحتشاءات، مرضى الاحتشاء سواء القلبي أو الدماغي، إنه مريض إجا بحادث وعائي دماغي، مريض إجا بحادث وعائي دماغي كمان رح نسأله إنه هل عندك سكري ولا لا. هذا السؤال مو اعتباطي، لأنه نحنا عم نعرف إنه السكري بيأهب كتير لهيك حالات، وقد يكون إنه المريض ما عنده سكري بيقول لا ما عندي سكري أبدا. بتجي بتحل بس لو تنزلي هاي الشاشة عندك كأنه ظاهر على الشاشة. إيه لأقلك شغلة، أنا بحكي هلأ حتى فأنا حأحكي من عقلي حكي عام وبعدين حأمره على السلايدات. عفوا بس فكرت أنه بالغلط طلعت ظهرت الصورة عنا. طيب أنتوا يعني أزبط لكم أنه أحكي السلايد إذا أحسن لكم، أنا ما عندي مشكلة. إيه تمام دكتورة، عفوا المقطع أعزك كمي. إبراهيم رجع لي. طيب محمد ايوه دكتورة معك. طيب شاركت هلا مشارك الشاشة معكم؟ طلعت هلا الاختلاطات المزمنة للداء السكري؟ لا حكيمي لا. لا إله إلا الله. رح أرجع شاركه. ماشي الحال ماشي الحال. طيب هلا كنا عم نحكي عن الاختلاطات المزمنه للداء السكري، المزمنه مو الحاده. حكينا انه في عنا اختلاطات الوعائيه على راسها الاوعيه الكبيره مثل الاوعيه الاكليليه او الاوعيه المحيطيه المغذيه للامعاء او المغذيه للطرفين السفليين، وعندنا الاوعيه الدماغيه هي اوعيه كبيره يعني مثل الاوتوسترادات والشوارع الكبيره، بينما عندنا الأوعية الدقيقة هي اللي عم بحكي أنا عليهم اللي هنا الأشياء في عندنا المشاكل العينية، الاعتلال العيني والاعتلال العصبي واعتلال الكلى. واعتلال الأوعية الدقيقة الانتهائية اللي هي اللي بتمثل بأمراض القدم، أمراض القدم الفوت ديسيز. المضاعفات غير الوعائية، أنا بتوقع أن حتى المضاعفات غير الوعائية آخر شيء رح يكون لها علاقة بالأوعية الدقيقة. أحيانا في مرضى السكري بيجي عندهم مشاكل بالمشاكل إمساك أو إنه إسهال، أو بيجي عندهم كسرة الإنتانات البولية أو كسرة الإنتانات التناسلية أو العنانة. لا العنانة لها علاقة أكثر بالاعتلال الأوعية الدقيقة. حتى طبيب الأسنان بيعرف إذا المريض عنده سكري ولا لا. في عندنا أمراض اللسة وأمراض الأسنان كلهم لها علاقة بالسكري. هلأ هاي الاختلاطات إلى علاقة بقديش إله المرض،
يعني المريض يلي من مبارح معه سكري وأخص مثلاً سكري نمط أول، حنفحص له عيونه ما حيكون فيهن شيء أبداً، بس وقت حنفحصهم بعد 20 سنة لابد إنه نلاقي لو درجة خفيفة من الاعتلال. وثاني شيء بدرجة ضبط سكر الدم، والله المريض يلي ضابط سكره وضابط نفسه لأكل الحلويات أبداً ما بيشبه المريض يلي آكل اللي عم يأكل ولا كأنه عنده مرض سكري. كتير بتفرق. هلأ وحتى ولو مثلا نفترض في عندي مريضين سكريين نفس الأعراض نفس المدة ونفس درجة ضبط الدم، لأنه هذا أهلهم عنده سكريين وعندهم كلياتهم بيعموا بعد السكر مثلا 10 سنوات، الثاني لا ما عندهم إصابة عينية، قد يكون عندهم إصابة مثلا أوعية كبيرة، بس إنه إصابة العينية إصابة الأوعية الدقيقة ما لها وراثية عندهم. يعني حتى العامل الوراثي بأنه السكري قديش بيضرب لهم كلويهم أو بيضرب لهم عيونهم كمان هذا عامل وراثي. هلأ العوامل المحيطية يلي مسيئة للوضع المرافقة، مثل المريض عنده يعني مثلا مريض أنه جاييني باعتلال شبكية، هو سكري وما له ضابط سكره وفوق هالشي صار عنده ضغط وعنده شحوم الدم وبيدخن وبدين وبيشخر بالليل، لأنه هدول كلهم مع بعض بقال هدول يعني بتسارع عندهم الاختلاطات، تتسارع وبتشتد، يعني بتكون قريبة الزمان وشديدة الاختلاط، يعني شديدة الأعراض. هلأ بالنقط الأول من الداء السكري مهم جدا لاعتلالات الأوعية الدقيقة، سواء أنه بالنمط الأول أو بالنمط الثاني. بس هلأ الصغار ما منجيب سيرة الضغط، بس عند الكبار مو بس من اللي بتكون تضبطوا السكر كمان من اللي بتكون تضبطوا الضغط. إذن ضروري جدا نقنع المرضى بالضبط الصارم لسكر الدم باستخدام المعالجة المكثفة بالإنسولين عند مرضى النمط الأول، بينما النمط الثاني بنقول لهم انه لا بكون تضبطوا السكر والضغط وكل العوامل المرافقه يلي اللي بتاهب اكثر لحدوث هالاختلاطات. اصابات الاوعيه الكبيره شو بتنصاب بالتصلب العصيدي، بتعرفوا هلا التصلب العصيدي شو اسبابه هو السكري، الوراثه، الضغط. عن مرضى السكريين بيصير التصلب العصيدي مثل ما قلنا، حنرجع نكرر الفكرة أنه بيصير بشكل أبكر وشديد ومتسارع. مثلا عند غير السكريين العمر المتوسط لاحتشاء العضلة القلبية هو 60 سنة، بينما عند السكريين بينزل لل 48، بينزل يعني 12 سنة عقد كامل. فلذلك حتى يعني النساء بالعادة أنه بينصابوا بعمر أعلى مثلا 65 أو 70 سنة وتكون سكرية بتنحرم من الحماية الاستروجينية الوعائية. هلأ الإصابات الوعائية مثل ما كنا عم نحكي ببداية المحاضرة، في عنا الإصابة الإكليدية والإصابة الوعائية الدماغية. هلأ إذا أخذنا المرضى الاحتشاء كلهم وعملنا إحصائية حيكون عندنا 3 عندهم سكري، فلذلك هي أشي عند السكريين باثنين لأربع مرات وهي السبب الرئيسي للوفاة. حكينا عن أنه مو بس بتنصاب الأوعية الإكليدية، ومن الأوعية الكبيرة اللي بتنصاب كمان الأوعية الدماغية، وغالباً خثارية المنشأ. هلأ إذا مو خثارية شو بدها تكون؟ بدها تكون صمية، يعني جايتنا من رجفان أذيني، الأذينة فيها ما عم تنقبض مزبوط، عم ترجف رجف ما عم تنقبض انقباض ضابط، فلذلك ممكن يتشكل فيها صمات، ممكن شي مرة تنطلق صمة وتروح على الأوعية الدماغية. المرضى السكريين لا، إنه بتكون المشكلة بالشريان السباتي وليس ثم جاي من برا، بيكون تصلب عصيدي بقلب الشريان السباتي عم يسارع حدثية التصلب العصيدي السكري، وبيجي شي مرة بتتعرض هالعصيدة الشريانية المخباية بقلب البطانة كتير صارت سيئة بسبب السكري، بتتعرض العصيدة للعوامل الخسارية وبيتشكل خسار حاد، وبيجينا المريض بمثلا خزل شقي أو حبسة واللي هو.
إصابة الأوعية المحيطية ممكن إنه المريض يجي بعنانة، وهي العنانة هي ضعف الوظيفة الجنسية عند الذكور بالذات، نقص التروية المعوية أو ما يسمى خناق البطن. يعني المريض بتكون أمعاءه مرتاحة، تجي الأبيج الأكل، بتعرفوا مجرد إنه الإنسان فات الأكل على معدته بتشكل عندي منعكس معدي كولوني، بتصير حركية الكولونات، حركية الأمعاء بتزيد، وقت بتزيد والتروية المعوية ما لها كافية بسبب الخسارات أو بسبب الإصابة الوعائية. لذلك بعد الأكل بيصير المريض عنده ألم بطني وبيصير يكره الأكل، كل ما أكل بيجوع. طبعا كتير تشخيصه صعب، لأنه إلا إذا فكرنا فيه إنه مريض سكري وعنده اعتلالات أوعية ثانية، وكل ما أكل بيجوع بطنه. نجي من يعني بنعمل له إيكو بطن، بنعمل له يعني الأسباب الأساسية للألم البطني ما منلاقيها، يلي نحن بنشوف فيها مثلا التهاب بنكرياس، التهاب مرارة، ما منلاقي عنده شيء. بالإيكو طبيعي، التحاليل نوعا ما طبيعية، إلا وقت بيصير عندنا احتشاء بتساعد أكيد التحاليل المخبرية حتتخرب. هون بده يكون تشخيصه بإجراء قسطرة ونشوف وضع الشرايين البطنية كيف وضعه، منلاقي فيها انسدادات ومنشخص فيها. غالبا إنه بتتشخص للأسف باحتشاء أمعاء، ألم بطني ماله مرتاح المريض، بيفتحوا له بطنه بيلاقوا منطقة من الأمعاء المروات اللي غير مروات كلها تزرقة، وبيشخصوا احتشاء الأمعاء. الألم في الفخذين بسبب تضيق الشرايين في المستوى البطني. العرج المتقطع، مريض عم يمشي بيقول لك كل ما مشيت أبدا من هون للجامع، من هون للجامع 50 متر، ما بقدر أصل على الجامع، إلا لازم وقف على قبل الجامع بشوي لأنه إجري بيعضوني وما فيني كمل، لأقعد شوي وارتاح شوي بعدين فيني كمل المشوار. هذا اسمه العرج المتقطع. الجانجرين هو تموت بنهاية القدم، كلها تكون يمكن عم تشوفوه، عم تجوا على المشافي وتشوفوا إنه المريض أصابيعه إما طالع له فيهن مكان مثل الحروق، أو مثلا مكان أزرق، أو هلأ حنجعل على القدم السكرية، وإلى كتير مظاهر. إصابة، هلأ حكينا عن إصابة الأوعية الكبيرة، هلأ جايين على إصابة الأوعية الدقيقة. إصابة الأوعية الدقيقة عندي 3 أشكال إلها. الاعتلال الأوعية الشبكية الدقيق، اعتلال الأوعية الدقيقة للشبكية وللكلية ولا الأعصاب. أحياناً إنه بتبدأ هاي الاختلاطات بالمرحلة قبل تشخيص الداء السكري، يعني المريضة عندها سكر تقريباً هي ما بتحلل أبداً، تمام دائماً وضعها تمام، بس إذا من شيء مرة حللنا للسكر بيطلع 140، بتفوتي على التواليت لك عادي، بتشربي مي زيادة عادي، هي ما لعرفة إنه مع إنه أبداً سكري. قد يكون الاضطراب له 5 سنوات وعم يلعب لعبه باعتلال الأوعية الدقيقة وهي ما لحاسة، تجي إما لتحليل عادي أو بسبب ستريس أو بسبب مرض أو أي شيء نحللها بيطلع بنكتشف عند السكر، بس هي فعلياً عند السكر من 5 سنوات. فلذلك تبدأ في مرحلة اضطراب تحمل الجلوكوز، مو بس إنه سكر 140، ممكن يكون السكر مثلاً على الريق 120، بعد الأكل بين 140 والـ200، هي يعني بمرحلة ما قبل السكري هي بتبدأ فيهم اختلاطات الأوعية الدقيقة. هلأ وهي المحطوط بالسلايد المحطوط عليه أسود، هذا اللي بيخلينا نقنع المريض إنه ضبط السكر حينقص من احتمال الاختلاط ويؤخر حدوثها، وقد يكون حتى عكوس، انه ممكن انه اعتلال الاعصاب اللي جاي عم بيشكو منه المريض او اعتلال الشبكيه بالمراحل الاولى او اعتلال الكليه، اذا ضبطنا السكر وضبطنا كل العوامل المؤهبه ممكن حتى انه يتراجع. هلا اذا على الاقل ما بده يتراجع، بس على الاقل انه نأخر حدوثه. يعني مثلا مريضة عمرها 60 سنة، هلأ شخصنا للسكري، قلنا لك كل ما ضبط مالك السكري بتعيش عمرك 85 سنة من دون اختلاطات.
يعني مثل ما كلنا ندعي انه اللهم متع باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. كثير حلو الواحد انه يعيش اخر حياته وهو متمتع بكل القوى. بينما كثير سيء انه واحد مثلا عمره 40 50 سنه وهو عالي على ابنائه وعلى اخواته اللي هن احب الناس لهم واخر شيء بصراحه بيقرف. اذا كثير من المرضى اثنين شخصا داء السكري وخاص نمط الثاني، بينما النمط الاول لا شغله جديده واعتلال الاوعيه الدقيقه بدها فتره طويله لحتى تصير. فلذلك المرضى النمط الاول ما ببعثوا المريض النمط الاول اول ما شخص له شاب عمره 12 سنه شخصت له داء سكري ما بقول له روح فحص عيونك، بينما المريض السكري النمط الثاني يوم شخصته بقول له روح فحص عيونك اشوف شو اعتلال الشبكيه او اعتلال الاوعيه اللي عنده. عند تشخيص الداء السكري للمرضى النمط الثاني بنلاقي نصهم او اكثر عندهم اختلاطات، حنلاقي ثلثهم عن اعتلال شبكيه وحنلاقي اكثر من نصهم عندهم اضطراب شحميات وعندهم اضطراب بالكليه اللي هو عباره عن بيله البومين دقيقه، حنلاقي عند 20% حنلاقي عند تقريبا ثلثهم واكثر بشوي عندهم ضغط شرياني. هلا الضغط الشرياني هو بيجي بعد السكري، السكري بيلعب لعبه بالاوعيه بيخلي الأوعية غير مرنة، الضغط وقت بده يمشي فيها بيكون فيه مقاومة، فلذلك مرضى السكري بيصير عندهم ضغط. هلأ اعتلال الشبكية السكري هو الاختلاط الأكثر شيوعاً، يعني والله العصبي كمان كتير شائع الحقيقة، هو سبب مهم كتير للعمى فوق للمرضى اللي عمرهم فوق الستين. عند مرضى السكري نوع الثاني قد نلاقي عند التشخيص قسم مثل ما قلنا تلتين عن دنيا، بس مرضى النمط الأول بده 7 سنين حتى يظهر عندهم اعتلال الشبكية. اعتلال الشبكية السكري واعتلال الأوعية بشكل عام بيتفاقم بالأعراض المؤهبة اللي هي ضغط مثل ما قلنا الاستعداد الوراثي والحمل. بشكل إذا مريضة مثلاً سكري نمط أول عندها السكري من مثلاً هي وعمرها 10 سنين صار عندها سكري نمط أول، بعمر 30 سنة تزوجت وبدأت تجيب أولاد من إلا تفحص عيونه إذا في عندها اعتلال شبكية صراحة حتكون حملة كتير سيئة وحيكون في أوعية شيمية وحيكون في اختلاطات، هذا يعتبر حمل عالي. ثاني انه الحمل بيسيء للشبكيه اللي عندها. هلا كيف بيصير اعتلال الشبكيه السكريه؟ اول شيء انه زياده نفوذيه الاوعيه، يعني مثلا مثل بتصير بتسرب سكر وبتسرب سوائل معه لخارج الحاجز الوعائي الشبكي، فلذلك بيصير عندنا وزمه بالشبكيه، ممكن يصير عندنا نزوف او نتحات. هلا حتيجي بالسلايد الثاني الاليات اللي بتساهم بهالشيء، فرط سكر الدم واستقلاب الزائد من الجلوكوز للسوربيتول. السوربيتول هو المادة اللي بتخرب الأوعية الدموية وبطانتها. التسمك الغشاء القاعدي للشعيرات بيساهم باعتلال شبكية السكري، ومثل ما قلنا أزية الخلايا الجدارية للأوعية الدقيقة وتكاثر الخلايا البطانية وانسداد الأوعية. الانسداد الأوعية الدقيقة مرة بتنسد مرة بتشكل نزوف مرة بتشكل أوعية جديدة، والأوعية الجديدة سيئة للغاية. هلا حتى التغيرات الدموية بالداء السكري، إنه بتعرفوا إنه المريض عم يشرب مي كتير ويبول كتير، ورغم هيك عم يكون الدم لزج، بتعرفوا أوزمولية الدم بتتأثر وقت بيكون السكر عالي لأنه حسابه أساساً موجود السكر فيه إذا بتتذكروا. إذن التغيرات الدموية بالداء السكري مثل فرط لزوجة الدم أو زيادة مستوى الفيبرينوجين أو نقص إنتاج البروستاسايتين اللي هو البروستاجلاندين الموسع للأوعية، نقصه بيؤدي لتقبض الأوعية، أو مثلاً أحياناً زيادة إنتاج الترومبوكسان الصفيحي اللي بيخلي الصفيحات تتكدس فوق بعضها وتسد الأوعية الدقيقة اللي معتلة نوعاً ما بتسدها، ما بيؤدي ل مثل منكب الزيت على النار، يعني بتصير الوضع أسوأ وأسوأ. هلا وقت بتكون في عندي مشكلة بالأوعية الدقيقة المغذية للشبكية بيصير في عندي نقص أكسجين بالشبكية،
أما وقت بتصير نقص الأكسجين الإنسان سبحان الله عنده عنده يعني أفعال معاوضة، فلذلك بتشكل عوامل النمو الوعائية. هي العوامل النمو الوعائية بتقول والله ما عم في عندي شيء مزبوط بالأكسجين وتوعية مزبوطة بالشبكية، لازم نشكل أوعية عسى ولعل تكون ضابطة إنه منشان تروي الشبكية. أما هالأوعية المستحدثة بتكون سيئة للغاية، هشة، غير يعني مثل إنه حارة مستحدثة بتكون سيئة للغاية. نفس القصة، هي الأوعية الحديثة المستحدثة بتكون ضعيفة وهي اللي بتسبب المشاكل الخطيرة بالعينين. اعتلال الشبكية السكري إلى طورين، طور منمي وطور غير منمي. هلأ غير المنمي قبل مثل ما قلنا، شايف وقت بتشكل هاي الأوعية الدقيقة الجديدة اللي إنه بسبب النقص الأكسجين المزمن للشبكية، وقت إن الجسم بيحاول يعوض بهي الأوعية الجديدة بتكون صار الطور الأخطر اللي هو المنمي. إذن غير المنمي هو الأفضل واللي ممكن يكون قابل للتراجع وممكن ضبطه، بينما المنمي بصراحة المريض بيعيش عن طبيب العينين. هلأ الطور غير المنمي يتظاهر 90% من الحالات يشكل 90% من الحالات. يعني إذا أخذت مرضى السكريين بالعيادات العينية 90% غير منمي 10% منمي. هلأ الغير منمي كيف بيتظاهر؟ هلأ متمنى لو أنه أقدر حتى أشرح لكم ياهم. هلأ شوفوا، كل نقطة صغيرة حمراء قريبة من الوعاء هي أمهات دم مجهرية. يعني شلون مثلا نهر وقدامه بخاصرته في مستنقع، هي نعتبرها أمهات دم مجهرية. هي أحيانا مثلا ممكن أنه إذا أي مشكلة صارت بالنهر أو بالوعاء ممكن أنه تنفجر وتطق الأمهات الدم. أمهات الدم المجهرية هي أبكر المظاهر السريرية. في عندي نزوف نقطية، ممكن هي النزوف النقطية بعيدة عن الأوعية، تمام؟ إذا شايفينها، إذا فيني نشوف إذا في حس البوينتر. إذن الأمهات الدم المجهرية بتكون مثل ما قلت لكم نقطة دم حمراء قريبة من الوعاء الشبكي. النزوف النقطية لا بعيدة، بتكون نوعا بعيدة شوي عن الوعاء. النتحات هي مثل ما قلت لكم عبارة عن تسرب البلازما مع سكر من الشعيرات الشبكية إلى من الأوعية إلى الشبكية بحد ذاتها. هلأ في عندي النقاط البيضاء اللي مكتوب عليها cotton wool patches، هي سببها أماكن إقفارية، يعني هي ما الأوعية الدقيقة تبعاتها مسدودة وما عاد إجاها تروية أبدا، هي مناطق مقفرة وبتزيد مشاهدتها بارتفاع الضغط الشرياني. وزمة الشبكية، هلأ هدول المرضى قد تفحصون تلاقي عندهم القدرة البصرية تمام، ما فيها أي مشكلة. فلذلك المريض ما إنه بيقول له إنه عم تشوف، بيقول لي إيه عم شوف منيح، ما بأخذ بكلام المريض، بيقول له لا بدك تفحص لي الشبكية عند الطبيب العينية ليشوف لي إنه شو عنده من هدول التظاهرات، لأقول إنه عنده اعتلال شبكية من الطور الغير المنمي. هلأ مثل ما قلنا هي المرحلة قابلة للتراجع، بينما الطور المنمي شوفوا على هالشبكية باينة مخربة تخريب، شوفوا قديش فيها نزوف، شوفوا قديش فيها أماكن إقفارية، شوفوا إنه فيها أوعية جديدة. إذا شايفينهم الأوعية الحقيقية زغرانة وصاير عم يتشكل بعد الأوعية بعض الأوعية الدقيقة. هلأ هذا إنذاره سيء جداً لأنه المريض قاب قوسين أو أدنى من العمى. هلأ عند المرضى بده حتى يصير عندي منمي بده 10 سنوات على الأقل، بينما
غير المنمي بده 7 سنوات، بس عند المنمي بده 10. هلأ الأوعية الدقيقة مثل ما قلت لكم تكون كتير هشة وكتير سيئة، بتنزف لأي سبب وما بتتحمل الضغط، لأن المريض طلع ضغطه شوي بينزف. وقتين بينزف بتتشكل عندي ممكن أول شيء بتصير وزمة بالشبكية، بيصير المريض بيتدنى، بتتدنى رؤيته. بس تتعضى شوي، اللي بتعرفوا وقت بيتعضى أو بيتليف النزف ممكن إنه يشد على الجسم الزجاجي وإنه يعمل لنا انفصال شبكية. هي الأوعية الدقيقة الهشة ممكن إنه تعمل لنا نزف بالجسم الزجاجي، ممكن وزمة لطخة صفراء، بتعرفوا اللطخة الصفراء هي مركز الرؤية، نزف شبكية، انفصال شبكية. احمرار بالقزحية شو سببه؟ انه تشكل الأوعية الجديدة وتوجهها نحو القزحية بتؤدي لحدوث الزرع. كيف مندبر السكري اللي صاير عنده اعتلال شبكية؟ هلأ بالطور غير المنمي السيطرة على السكري والضغط الشرياني، وإذا في عندي أوعية دقيقة جديدة، وتثقيف المريض لضرورة الفحص الدوري، إنه كل سنة لازم يفحص بصره، وأخص وقت بيصير عندي يعني مجرد إنه شخصت له أنا داء سكري غير المنمي، لازم إنه كل سنة على الأقل أفحص له عيونه. بس وقت بيصير منمي لازم فترة أقل وأخص بحدوث أي شغلة جديدة. إنه طبعاً المريض هو رح يروح مجرد إنه حس فيه تشوش أو إنه حس فيه غلالة، يعني بحس مثل جلالة قدام عيونه، بيراجع الدكتور. لذلك ممكن إنه يخسر له الأوعية الدقيقة بالليزر أو يلجأ لقطع الزجاجي من شان ما يصير عنده انفصال شبكي. إذن لازم يكون فحص قعر العين مرة في كل سنة. العلاج بالليزر عند حدوث التبدلات. الإصابات العينية الأخرى غير الوعائية ممكن أنه يصير عندهم المرضى ساد. ليش؟ بسبب تراكم السوربيتول بالعدسة، والزرق لنا سببه لأنه هجوم الأوعية الدقيقة الهشة السيئة باتجاه القزحية. ممكن البلورة تتصلب وأنه ما تصير مرنة، وتليف الجسم الزجاجي باين عنكم أنه كيف الزجاجي هون صاير في نزف، كيف صار انه انفصال شبكية. كل مريض بيجي لعند الدكتور العينية عمره فوق 50 عنده ساد، لابد من انه يتحرى عنده وجود داء السكري النمط الثاني، حتى ممكن انه يعمل له اختبار تحمل الجلوكوز يتأكد. هلأ اعتلال اللطخة الصفراء هون مشكلته مش شكلي، هديك عم نحكي عن الشبكية بشكل عام، بس انا هلأ عم بحكي عن مركز الرؤية. هذا شكل خطير من اعتلال الشبكية، لأنه هي مثل ما قلنا فيها مركز الرؤية. إلى نوعين، اعتلال لطخ وزني أو اعتلال لطخ إقفاري. يعني يا إما أنه عم يصير فيه تسرب للبلازما والسكر بقلب اللطخة الصفراء وعم تعطيني وزمة بقلب اللطخة، أو أنه لا، مسدودة الشرايين عنها بشكل كامل وفيها نقص تروية. خلصنا من اعتلال الشبكية السكري، ننتقل على اعتلال الكلية السكري. وقت بدنا نعرف انه اذا في عنا مشاكل بالكلية حتى منروح للعين، لانه هن بيجوا مع بعض. يعني الكلية قد تتأخر شوي عن العين، مجرد انه فحصتوا العين ولقيتوا بقعر العين في اللي قلنا عليهم، سواء النتحات او الاوعية الدقيقة او قطع القطن او الوزمات او النزوف او اي اللي حكيناهم، التظاهرات اللي حكيناهم من شوي، معناها انه منتوقع كتير يكون في عنا مشكلة بالكلية. اذا العين مرآة السكر، والعين بنفس الوقت كمان هي مرآة الاعصاب. اذا كان في عنا فرط توتر داخل القحف، تعرفوا انه بصير عندي وزمة تعصب بصري. هلا شايف في مثل ما عم يقولوا انه اعتلال الكلية بيجي متأخرا عن العين،
فلذلك إذا أجيت وفحصت المريض وأكيد ما تأكدت عنده شيء مشكلة بالعين، فلذلك ببحث عن سبب ثاني للسكري، ببحث عن سبب ثاني لاعتلال الكلية غير السكري، لأنه لو بدأ تكون عندي اعتلال كلية سكري أكيد يكون مسبقاً عنده اعتلال شبكية. وأخص هذا الكلام عند السكري نمط أول، لأنه كتير له دور عمر الإصابة بالسكري. القصور الكلوي المزمن، أشيع سبب للقصور الكلوي المزمن بالعالم هو السكري. تلت الحالات القصور الكلوي النهائي وغسيل الكلية، إذا فتنا على مكان غسيل الكلية منلاقي تلت الحالات سببها السكري. حتى لا 50% من مرضى التحال الدموي لديهم سكري بنوعين، النمط الأول والنمط الثاني. حكينا عن إنه الإصابة الكلوية بالسياق داء السكري تتأخر عن إصابة الشبكية، وكيف نعرف إنه إذا في عندي يعني بداية إصابة كلوية؟ منلاقي اللي في عندي البيلة البروتينية الزهيدة يلي بتبلش أكيد بعد 8 سنين. في عنا مراحل تطور اعتلال الشبكية اعتلال الكلية السكري له 5 أطوار. الطور البدئي، الطور البدئي أول شغلة بتكون الكلية عم تشتغل يعني عم تعاود ولساتها مقاومة ومعاودتها رائعة، فلذلك بيزداد الرشح الكبي وبيزداد حجم الكليتين. يعني مثلا قد المريض السكري قبل فترة الأولى تشوف له كلوي تلاقيهم يعني حجمهم منيح وحتى أحسن من الطبيعي، هاي بأول فترة بتصير. بعدين شو بيصير عنا؟ مرحلة بيلة الألبومين الميكرو الزهيدة، ميكرو ألبومين يوريا، يطرح الألبومين بالبول في هالمرحلة بكمية أكثر من 30 ميلي جرام وأقل من 300، يعني هو الطبيعي أقل من 30، والبيلة البروتينية البيلة البروتينية غير المجهرية أكثر من 300. هي بتظهر بعد تقريباً 7 إلى 15 سنة من الداء السكري. كمان هي المرحلة تعتبر إنه قابلة للتراجع إذا ضبطنا السكر والضغط. بتتفاقم الإصابة الكلوية في سياق الداء السكري بوجود الضغط أو بوجود المثانة العصبية، لأنه بتعرفوا عن مرضى السكريين بيصير عنده المثانة العصبية. شلون بيصير إنه المريض يعني بيبول بس ما بيبول الكمية كاملة، بيضل جزء من البول بقلب المثانة ما بيقدر يفرغها مزبوط. هذا الشيء بيزيد الإنتانات البولية وبيسيء لاعتلال الكلية. المرضى بيتعرضوا كتير للإنتانات البولية، ممكن نضطر نعطيهم أنتيبيوتيك واللي هن سامين للكلية مثل الجينتامايسين، أو إنه إذا موجوع ممكن إنه نعطيه الديكلون أو المضادات الالتهاب غير الستيرويدية. كمان هدلولة بيفاقموا الاعتلال الكلية السكري. هلأ بالمرحلتين اللي قلنا هون اللي هي مرحلة المرحلة عفواً هدلأ المرحلتين اللي قلناهن الطور البدئي ومرحلة البيلة الألبومين، هدلول المرحلة ما قبل السريرية، يعني هدلول ما في عندهم أعراض مبدئياً، وهي مرحلة عكوسة قابلة للتراجع إذا ضبطنا الضغط وضبطنا السكري. هلأ رجينا على مرحلة النفروز. هلأ ما عدت البيلة الألبومين يوريا ما عدت بين 30 و 300 ميلي جرام، صارت أكثر من 300 ميلي جرام. هلأ وقت بنعمل بفحص البول والراسة بيبين عندي بروتين زائد، بينما هدنك المرضى عندهم ميكرو ألبومين بس بفحص البول بيطلع سلبي. بهدون المرضى بتطلع بفحص البول عند البروتين بيعطيني إيجابي أو إيجابيين حسب كمية البروتين بالبول. هلأ هون بقال بتبلش، تعرفوا قلنا نحنا قلنا الرشح الكبي عم يزداد بالمرحلة الأولى، هلأ ببلش، هلأ ما عدتوا يقدر يعاود ببلش كل شهر بينقص 1 ميلي لحتى
حتى المريض يحتاج آخر شيء غسيل كلية. هاي بمرحلة النفروز هون بقى المريض بتبلش عليه الأعراض. شو هي؟ إنه بيصير عنده وزمة طرفين سفليين. أي مريض سكري عنده وزمة طرفين سفليين لابد إنه يساوي له فحص فولوراسب وشوف إنه عنده بيلي بروتينية ولا لا. هاي المرحلة الأولى والثانية العكوسين. المرحلة هي بقى غير عكوسة، بس ممكن نأخرها إنه ما يصير عنده المريض قصور كلوي. كيف بينا نأخرها؟ بضبط ضغط الدم وسكر الدم. هلأ المرحلة الرابعة تصلب شرينات الكبد العقيدي المنتشر. هلأ هي بتصير مرحلة متقدمة إلى هي تنازل اسمه كيميل ستيل ويلسون. هلأ معدل الرشح الكبدي بيقل كتير والبيئة البروتينية بتصير شديدة. المرحلة النهائية بتصير القصور الكلوي وبيتطور غالبا انه بعد 5 سنين من ما بلش انه يطلع عند المريض البيلة البروتينية بالبول والراسب ايجابي. كيف فينا ندبر الاصابة الكلوية عند مريض السكري؟ لازم نضبط السكر، نضبط الضغط واحسن دواء لمريض سكري، احسن دواء ضغط لمريض سكري هو الاي سي اي، مثل الكابتوبريل، الانالابريل، الكفارسيل، الريندوبريل، كلهم هدول اي سي اي. وحتى احيانا انه المريض كان في احد الدراسات نصحت انه مريض سكري اذا ضغطه بيسمح مثلا ضغطه 10 معلش خلينا نعطيه الكابتوبريل او الاي سي اي منشان يخفف من اعتلال الكليه السكري. لازم المريض ياخذ حميه ناقصه البروتين، لان البروتين بتعمل مجرد انه صار اعتلال الكليه وتهريب للالبومين والبروتين عن طريق البول بهذا بيأجهد الكليه. التدبير من بين التدابير اذا صار عندي قصور كلوي نهائي انه نساوي للمريض تحاليل دموي او ننصحه او اذا كان في مجال لزرع الكليه. هلأ اختلاطات كلوية أخرى في سياق السكري، في عنا الأزية الوعائية. هلأ الأزية هلأ هنيك كانت الإصابة وين؟ بالغشاء القاعدي اللهم صلي على النبي، يعني المشكلة بالغشاء القاعدي للكبة الكلوية. تمام. هلأ إذا صار في عنا إنه الشرين الوارد تصلب هذا بيسيء أكتر لأنه بيرفع الضغط أكتر. هلأ والمرضى كمان مو بس بيصير عندهم اعتلالات أوعية واعتلال كلية، ممكن اعتلال الكبة الكلوية، ممكن يصير عندهم كمان إنه بتكتر عندهم الإنتانات وأخص العلوية، ممكن يصير عندهم نموذج خاص اسمه التهاب الحليمات النخلي، يعني بسبب الإنتان حليمات كاملة من الكلية بتتنخر وممكن إنه يعني تسبب حالة حادة عند مريض السكري وتسبب له قصور كلوي. الإنتانات السفلية، التهاب المثانة والإحفي. المثانة العصبية مثل ما قلنا بتنصاب أوعية المثانة أو الأوعية لأعصاب المثانة بتنصاب، المثانة ما بتقدر تفرغ الكلية اللي فيها، بيصفى فيها ثمالة بولية. كيف منكشفها؟ منقول له المريض إنه جمع شوية بول ومنساوي رؤيكم، منرجع منقول له روح على الحمامات بول ورجع، منرجع منلاقي في عنده سمالة بولية. ليش؟ لأنه المثانة ما عدت أخذ شكل الطبيعي وما عدت مقويتها مظبوطة، فلذلك ممكن يصير فيها ترهلات أو إصابة بمقويتها وبيصير في عنده سمالة بولية. وإذا أي جرثوم إجا بهالسمالة البولية بيعيش وبيترعرع. المريض يلي عنده سكري وبداية قصور كلوي أو اعتلال كلية واضطرينا أنه نساوي له مثلاً طبقي محوري مع الحقن، هون ممكن نعرض لانكسار معاودة الكلية وبيصير عنده قصور كلوي حاد. لذلك كتير ننتبه للمريض السكري وقت نعطيه مواد ضليلة ممكن نسبب له قصور كلوي حاد على أرضية اعتلال الكلية المزمن. وأهم شيء إنه ننصح المريض بالإماهة الشديدة مشان إذا مشان ما تصير عنده المشكلة بعد حقن المواد الضليلة.
التهاب الحليمات النخري أو نخر الحليمات الكلوية. هلأ هون أحياناً بيصير عند المرضى إنسان غالباً هو اللي بيأهبه أو بيحرضه هو إنسان بالتهاب حويضة وكلية، وأخص بتشيع كتير إنه عند السكريين. هون الحليمات بتتنخر بسبب إقفارة، بتنقص التروية عنا بشكل كامل، وبيصير عند المريض تنخر حليمات، وممكن إنه إنتان بولي شديد، ممكن يصير عندي سيبتيسيميا، ممكن يصير عندي حماد خلوني، أو يصير عندي حماد لبني، وحتكون هاي حالة خطيرة كتير، ومعالجتها لابد من إنه تكون بالمشفى وتتاخد يعني بعين الاعتبار. بتتظاهر إنه المريض بيجي بحرارة عالية كتير عم تجعه خاصرته، الكريات البيض مليئة بالفحص البول والراسب، وممكن حتى إنه في حليمات كلوية ممكن تنزل مع البول. العلاج هو إنه الإيماها ضبط السكر، المسكنات، الأنتيبيوتي. نصل هلأ ثالثاً لاعتلال السكري. كمان مثل ما قلنا هن هذول أكثر شيوعاً، مثل ما قلنا اعتلال الشبكية واعتلال الأعصاب، وهو شائع بكلا النوعين من الأنماط الداء السكري. بالمراحل الأولى إذا ضبطنا السكر ممكن أنه كتير ننقص نسبة حدوثه، أو ممكن نأخره ونرجع منعيد نفس الفكرة. هلأ دائماً وقت المريض بيجي عنا باعتلال أعصاب، أهم شيء أنه مثلاً إجتك مريضة عم تقلك أنه والله إيدي عم يخدروا ينملوا علي، وأخص بالليل كتير ما بيخلوني ينام، أنا من دغري مباشرةً لازم أطلب لا. أول شيء بسأل عندك سكري؟ بتقلي لا ما عندي سكري، حتى ولو أنا لازم أطلب لا سكر، أطلب لا فيتامين بي 12 وتي اس اتش. طبعاً إحنا الحمد لله الكحولية ما موجودة عنا بمناطقنا. المشكلة باعتلال الأعصاب السكري بيصيب كل الأعصاب الحسية والحركية والمحيطية والمركزية، كلياتهم بينصابوا بالأوعية السكرية، بس أشياء عوني اللي بينصاب هو الحسي، فلذلك المريضة دائما بيجوا بها الأعراض. السبب الأساسي مثل ما قلنا أنه الأوعية المغذية للأعصاب بيجي السوربيتول اللي هو المستقبل الجلوكوز، السوربيتول بيجي وبيخرب الأوعية البيطانية، يا إما بيزيد بسماكة البيطانة فلذلك بتنسد الأوعية وبتسبب للإقفار. التسمك بجدار الأوعية بسبب السوربيتول، هاي إنه فائض الجلوكوز بيتراكم بيساوي سوربيتول، بيصيب غمد النخاعين وبيؤدي لبطء التوصيل. اعتلال الأعصاب الحسي، المريض مثل ما قلنا بيجي بآلام، إنه حس حرق، في كل مرضى بيقولوا شيء إنه حس حرق أو وخز أو تنميل بإيديهم، بتزيد كتير بالليل. أحياناً المرضى إنه وهي كتير بنقول لهم عليها إنه ديروا بالكم إنه مثلاً يقربوا مرضى السكري على النار، يعني مثلا انه مريضه وعندها سكري من زمان، الا انه حاولي ما انت مثلا انه تبعدي شوي عن الطبخ او النار. ليش؟ لانه بتحرق حاله وما بتحس، يعني مثلا انه ممكن انه تكون حتغلي المي وانه هي مفكرتها لساتها بارده وتحط ايدها فيها وتحترق وما تحس حتى تشوف ايدها فقلت. هلا غالبا عند مرضى السكريين مميزات الاعتلال العصبي الحسي غالبا ما يكون هو انه بالايدتين مع بعض، بينما مثلا اذا مريضه عندها مشكلة بس بإيد واحدة، لا هي عصبية تابعة للدماغ أكثر ما أنه تابعة للسكري. إذن غالباً بتكون متناظرة وبتاخد اعتلال الأوعية وأخص الحسية، بتاخد الأعصاب يلي تبعات الأوعية الدقيقة آخر آخر الحياة، يعني الإيدين والرجلين، يعني منسميه نمط الجورب والقفاز، لأنه هدول هن أوعيتهم الأطول والأبعد. بيزداد بالليل، أحيانا المريض ما بيقدر ينام من وجعه. هلا إذا انصابت الألياف الناعمة، وهو غالبا إنه بتنصاب الألياف الناعمة قبل، بتؤدي لاضطراب في حس الألم والحرارة اللي عم قلكن عليه. هلا بعد فترة إنه لا بتنصاب كمان حس الوضع والاهتزاز، يعني المريض مثلا بيقلك أنا ماشي بس حاسس حالي ماشي على طراح سميكة كتير. تعرفوا أنتوا شباب إذا مشيتوا على طراريح سميكة بتحسوا حالكم مالكم متوازنين،
لذلك المريض هيك بحس انه يعني انه اجري ما عم تعطي معلومات ضابطة انه اجره وين، هل هي ثبتت او لا، هي بسبب اصابة الالياف الغليظة وحس الاهتزاز. هلأ كتير من المرضى بيجونا بهبوط قدم او هبوط يد، هي بسبب اعتلال الاعصاب الحركية، بتجي بتعمل له المنعكسات الوترية بتلاقيها غايبة، وهذا من النوع، هذا النوع يعني بيجي المريض الأعصاب الحركية ما قد تكون متناظرة مثل الحسية، المريض يعني بيجي عنده هبوط قدم أو هبوط يد بجانب واحد، مو شرط يكونوا بالجانبين. وفي عندي كمان اعتلال العصب الوحيد أو الأحادي المونونيروباتي، أكثر ما يصيب بيصيب الأعصاب القحفية إما الثالث أو السادس، وبيراجع الدكتور العينية بانسدال الجفن أو إنه صار أحول، يعني عم يشوف الشخص شخصين. هلأ اعتلال الأعصاب الذاتية، اعتلال الأعصاب الذاتية هي على فكرة كتير مزعجة وإنذارة سيء، لأنه هي وقت بتكون انصابة بتكون المريض مهري كاملاً من السكر، بيكون جكلوي مهريين وعيونه مهريين وأوعيته أغلبها سيئة. بيجي المريض بيقول لك إنه كتير المريض عم يعرق، يعني وشه بيضل بيمسح عرقه، ورغم هيك إنه بيضل في عنده يعني قد ما مسح وشه بيضل عنده فرط تعرق بالوجه. في عنا إذا انصابت الأعصاب الذاتية للوظائف للأحشاء ممكن أنه تأثر بأعضائها، يعني المريض السكري ممكن يجينا بأعراض ناتج عن اعتلال الأعصاب الذاتية بالجهاز الهضمي، ممكن يجي بعسرة بلع، ممكن يجي يقول أنه أنا عم باكل بس أول ما باكل بحس أنه الأكل عبى معدتي، هذا بسبب خزل المعدة، بسبب إصابة الأعصاب الدافعة للأمعاء أو يعني هلأ بتعرفوا نحن في عنا أعصاب بتغذي العضلات الدافعة على الجهاز الهضمي وأحياناً العاصرة، تمام؟ هلأ إذا أصابت العاصرة إنه ما عاد تقدر تمتص مي وما عاد تقدروا يمسكوا الأكل، فلذلك ما بتلاقي غير المريض صار عنده إسهال حتى بالليل بيفيقوا، أو إنه بتنصاب المعصرة وبيصير عنده سلل غائطي. الجهاز البولي التناسلي ممكن إنه يصير عنده مثانة عصبية بسبب سوء عمل المثانة، أو ممكن سلس بولي أو العنانة أو وهن المثانة. الجهاز القلبي ممكن إنه المريض يصير عنده ما يلاقوا غير والله نزل ضغطه وقع بالأرض، كان عم يصلي نزل ضغطه، أو مثلا رن جرس البيت متسطح قام لحتى يفتح الباب للي عم يدق الجرس ما بيلاقي حاله غير واقع بالأرض، هذا هبوط ضغط انتصابي، أو أحياناً قلبهم مرة بيتسرع مرة بيتباطأ. العظام والمفاصل مفصل شاركه هلأ رح نمرق عليه بعدين. الجلد ممكن أنه تلاقي عندهم إما مثلاً فرط تعرق أو بالوجه أو فقد تعرق وزمة بالطرفين السفليين، أو أحياناً أنه مثلاً غياب الأشعار، أو أحياناً إنه مناطق آسية تنخر شحمي بيمرقوا معكم بالجلدية. شو هي المظاهر الجلدية للداء السكري؟ العينين ممكن إنه المريض في عدم تناظر بالبؤبؤ بين هاي العين وهاي العين، سببه اعتلال الأعصاب الذاتية الودية أو اللاودية السكري. تدبير اعتلال الأعصاب مثل الكل، الأهمية بنعطي الأولوية لضبط الجيد لسكر الدم، وإذا في شيء كمان وضغط الدم ومو بس سكر الدم وكذلك ضغط الدم. مرضى اللي عندهم اعتلال أعصاب حسي، يعني لسه ما وصلنا لا للحركة ولا لاعتلال الأعصاب الذاتي، إنه ضبط السكر قد يؤدي لزوال أعراض وتحسن المريض بشكل كبير، يعني إنه مثلاً إجا مريض ضبطنا له السكر وعطيناه فترة حالياً مثلاً أدوية لاعتلال الأعصاب، بعد فترة بعد ما يضبط سكره يقول الحمد لله إنه أنا بطلت دواء العصبي اللي هو الكاربامازبين أو البريجابالين، وأنا رغم هيك الحمد لله قدرت أنام وما عاد يعني شيء. هلأ أكثر الأدوية اللي نعطيهم لمرضى اعتلال الأعصاب السكري هو البريجابالين أو الدولوكسيتين، اللي هو الدولوكسيتين بالأساس مضاد اكتئاب.
في عندنا كمان مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة مثل الأميتريبتيلين، ممكن إنه نعطي كاربامازيبين، ممكن نعطي فينيتوئين، ممكن نعطيهم مسكنات عادية، ممكن نعطيهم المراهم الحد، مراهم الحد الحلبي أو الفليفل الحمراء، يعني مثل نضوي على المريض الحس الألم أو الوخز، يعني نضحك عليه وبينام وممكن أنه يخف عليه ألمه. مذكور على فكرة هذا كتير. هلأ القدم السكرية باين عنكم بالصورة أنه شلون مرة محفورة إجره مرة زرقة. القدم السكرية أنا كثير من المرضى بقول لهم أنه أرجوكم أنه تعتنوا بإجريكم أكثر ما تعتنوا بوشكم. تعرفوا الواحد إذا شاف حاله على المراية وشه شوية وصيغ شوي وصيخ أو وشه يعني مثلا في آثار عليه مثلا نوم أو مثلا أحيانا تعرفوا الواحد مثلا ممكن مخاط أو شيء مباشرة بيغسله. نفس الشيء أنا بقول لهم لمرضى إنه إجريكم كل يوم لازم تفحصوه، كل يوم لازم تغسلوهم، بس بالبرد ما بقول لهم يغسلوهم، وإنه بعدين بعد ما يغسلوهم ينشفوهم مزبوط وأخص بين الأصابع، بعدين يحطوا لهم فازلين منشان يرطبوهم ويدفوهم ويلبسوا جرابات بيضة. لو فك ساكن بالمخيم بقول له لبس جرابات بيضة ليش؟ عشان أول ما يتوسخوا يعرف، بينما الجرابات السوداء ممكن إذا يكون له لابسون شهر وطالع ريحتهم لعند القمر ولسه هو مفكر إنه جراباته نظيفة، لذلك بقول لهم يلبسوا جرابات بيضة مشان يبين معهم الوسخ مباشرة، ويلبسوا أحذية جيدة. كتير كتير مهمة القدم السكرية، إنه يعني وغالبا إنه المريض بصير عنده قدم سكري بيكون فعلا إنه السكري لاعب بعيونه ولاعب بكلوي ولاعب بأعصابه، يعني للأسف إنه بس كمان إنه يتعرض لبتر كتير مشكلة، يعني المريض بصير بيقعد أكتر، بيصير استشفاء أكتر. إذا نحكي عن القدم السكرية، هي كل الاضطرابات اللي بتصير بالقدم سواء كانت عصبية ولا وعائية ولا رضية ولا إنتانية. مثل ما قلنا إذا أنتوا فتوا على مشافي بكرة إن شاء الله، بس لتفوتوا على المشافي الأكاديمية قسم الغدد أغلبه بتلاقي مرضى السكريين تبع الأقدام السكرية جاي بالتهاب، وبقال نحن بدنا نهتم بضبط سكره بعناية بقدمه، طبعا بالترافق مع أطباء الجراحة العظمية. هو اختلاط خطير، دائما منخاف إنه إذا صار بتر عن جد، يعني وقت بيصير بتر بيكون مريض كتير قرب من عمره النهائي. هلأ الاعتلال الوعائي هو إنه بيصير عندي مثل ما قلت لكم الأوعية الانتهائية والأعصاب الانتهائية كلياتها تتضرر بسبب السكري، لأنه السوربيتول أسوأ شيء على الأوعية البعيدة، يعني أبعد وعاء عن الجسم. ممكن إنه المريض يصير عنده نقص تروية، منلاقي إجره باردة، منجي بنفحصها. ما بعرف، أنا دائما بفحص المريض إنه بتأكد إنه شريان ظهر القدم موجود، شريان خلف الزنبوبي موجود. إذا الإجر بارد كتير أكيد معناها بنخاف من عند المريض إذا إجره بارد كتير إنه في تشنج وعائي ولا في نقص تروية حقيقي. هلأ الاعتلال الوعائي المحيطي عند السكريين نقص التروية يتميز بأشيع إنه هو شائع، بيصيب الأعمار المتوسطة وتطوره سريع. غالبا بيكون الاعتلال الوعائي ثنائي الجانب، بتنصاب الشرايين المتوسطة والصغيرة. نسبة الإصابة عند الإناث للذكور 1:2، عند غير السكريين 1:30. شو قصدهم هون؟ إنه نسبة الإصابة عند غير السكريين إنه المريض يصير عنده اعتلال أوعية غير سكري قليل، بينما شائع جدا عند السكريين. الاعتلال العصبي بيصير عندهم كمان اعتلال أعصاب حسي، وحتى مثل ما قلنا الأعصاب الحسية الأعصاب الذاتية
ممكن الإصابة تكون عظمية أو مفصلية. ليش؟ لأنه بيصير عند المريض مثلا بيرتكي على جنب أكثر من جنب، بقال بتتبدل مراكز الضغط. ممكن السبب بيكون الإنتان أو حذاء غير مناسب أو إهمال قواعد النظافة. إذا زيادة الضغط على القدم، تعرفوا الإنسان وقت بيمشي أكثر شيء بيجي الضغط على القدم، ممكن إنه يتشكل سفن، بعد السفن بتنقص كمية السفن، بصير عندي قرحة، القرحة بتأنتن بصير إنتان، ممكن الإنتان يصل للعظم، وقت بيصل للعظم ما عاد في، لو عطيت المريض أنتيبيوتيك ما رح يستفيد منه ورح نضطر لبتر القدم. هلأ القرحة السكرية، هلأ القرحة السكرية هي هي أساس تقريبا حالات البتور، يعني بتبلش القصة بقرحة، إذا ما تم علاجه مظبوط ممكن إنه يضطر للبتر. هلأ الشدة القرحة كيف من صنفها؟ أول شيء هلأ القرحة إذا تذكرتوا أنه مثل الجولة بقلب القدم، ممكن تكون بالدرجة صفر هي السطحية، بالدرجة الأولى أذية شاملة للجلد يعني بسماكتينه، الدرجة الثانية مو بس الجلد والنسيج الخلوي اللي تحت الجلد، الثالثة بتصل للعظم، الأربعة موات بس بالإصبع، الدرجة الخامسة إنه التمدد الموات والموات كبير. إذن لابد من فحص القدم لمرضى السكريين، ونتحرى حس اللمس عندهم وحس الضغط. حس الضغط ممكن إنه نطبق ضغط ونشوف إنه هو عم يحس ولا لا، أو إنه مثلا نقول للمريض يغمد عيونه ونسأله إنه ونحرك المفصل، مثلا مفصل الأصبع أصابع القدمين، إنه هذا للأعلى أم للأسفل، إن شاء الله بس تشوف بالعصبية بيقولكم كيف تفحصوا حس الضغط. لازم نفحص التروية نشوف إنه الشريان رأس القدم والزنبوب الخلفي مجسوسين ولا لا. فحص حس الألم بالدبوس، فحص حس الاهتزاز العميق بالرنانة، هذا عند أطباء الأذنية أكثر شيء، عند أطباء العصبية بتشوفوا الرنانات إلا ما تشوفوا إن شاء الله شيء مرة. هلأ مثل ما قلت لكم كيف أنا قلت إنه لازم نعامل قدم مريض السكري، أنا قلت شو قلت، أنا بكون إنه الأهم من وشه، إنه وشه ما بيصير مشاكل في قد إجري، هون عم يقولوا إنه لازم نتعامل مع قدم المريض السكري وكأنه جوهرة، لازم نشوف إذا في إنتان، حتى إذا في تعطين يعني في فطور بيضة بين أفوات القدمين لازم يعالج المريض، لازم نشوف إذا في أي تشوهات أو إنه اختلاف بحرارة أو إذا النبض موجود ولا لا، أو إذا المريض قاصص أظافيره بطريقة خاطئة. هلا النصائح هذول كتير مهمين، إنه كل مرة بغسل المريض إجري لازم ينشفهم حتى بين أصابيعه، وبالشتاء كتير من إنه ما تغسلوا إجريكم زيادة، حاولوا تلبسوا جراباتكم على طهارة وتمسحوا فوق المسح بالبرد، لا تتفضوا كتير، لأنه وقت الواحد بيحط مي على إجري كل ساعتين ثلاثة يعني وقت الوضوء، ممكن إنه هي البرودة ما يقدر المريض يدفي، يعني المعوضة الوعائية الموجودة بالإجرين ما بتقدر تدفي بعد هالتشنج الوعائي اللي صار على البرد بسبب الوضوء، لذلك إنه توضوا مرة واحدة وبعدين امسحوا على القدمين مسح بعد ما تلبسوا جراباتكم. لازم نفحص أسفل القدم، نقول للمريض إنه يفحص أسفل قدمه أو حدا تاني يفحص له إياه ويشوف أي مشكلة جديدة، إنه هذا المريض مو أخص إذا بيقوم حافي وبالمخيم بفوت جهاز بإجره وماله دريان، ممكن إنه كتير يعني عن جد ما بيشوفن، هو ممكن شي حدا من قرايبينه مثلا يقول لك شبه إجرك بتكون محفورة إجره وماله دريان، لأنه وما حيجي والله هو يقعد يطلع عليها إذا نحن ما لنا بينه. إذا الفحص الذاتي ضروري جدا، قص الأظافر مشان ما يعني فحص الأظافر، ما بيصير إنه يقص أظافيره ويجور على اللحمة، يعني شفت يجور على اللحمة اللي تحتها مثل ما بيقولوا العوام،
لأنه فعلا ممكن أنه يتسبب بقدم سكرية حقيقية وإنتان، وبنفس الوقت أنه ما لازم يخليهم طوال، لأنه إذا شيء ضفر طويل وغرز بالإجر اللي مجاورة ممكن أنه يسبب كمان إنتانات أو أزية وما يتم تلافيها بشكل مظبوط. مغاطس الماء الحارة هي أبدا أنه ما لازم المريض يحط إجره بماء سخنة وينقعهم، وأخص إذا ماء سخنة كتير، لأنه بتسبب ممكن أنه تتوسع المسام المحدثة بالحرارة وتدخلنا الجراثيم. أصلا هذا النقع ما له موجود عنا، ما لازم المريض ينقع إجره لا بماء حارة ولا بماء باردة ولا بماء وسط، خلاص وضوء تنشيف، بيحطوا لهم فازين، بيلبس الجرابات البيضة ومنشان ما تتأذى أقدامه. وبنفس الوقت عم يقولوا إنه بده ينتبه المريض كتير، مثل ما قلنا لكم مثلا مريضة عم تطبخ أو مثلا بالحمام، فات ليتحمم المريض ما بينتبه مثلا إذا المي السخنة رايح شوي البخار منه، بيحط إيده بيغطى بيضل دقيقتين وما له حاسس إنه هو حرقها، إنه في عنده بالأساس مشكلة بحس الألم وحس الحرارة. لازم يفحص الحذاء من جوا إذا في بسمار في بوارز، وإذا هو ما له قدران يبحصه لازم أرايبه يبحصه. يعني أنا بقول لهم إذا بتبيعوا إسوارتكم ذهب وتشتروا حذاء مرتب أحسن لكم، لأنه هذا لأن أجركم بتدم لكم، الإسوارة ما بتدم. لازم ينتبهوا إنه ما يلبسوا أحذية ضيقة، وحتى تصوروا إنه الجرابات ما بيخلون يلبسون على وش على الم... يعني على الم... ما بي ما بيخلون يلبسون، إنه بيحس إنه هاي الحبكة تضايق الإجرين أو الأصابع، إنه بيلبسهم بالمقلوب. ما لازم يمشي أبداً المريض عاري القدمين، لأنه بيفوت يمكن بسمار بطوله بيفوت وما بينتبه المريض. التدخين كتير مهم، بدنا كل مريض جاي لعنا سكر وعم يدخن نقول له اختار إجريك، طبعاً بشره ولا تنفره، بس يعني بالطريقة الحلوة إنه بدك تختار بين إجريك أو سيجارتك، لأنه التدخين كتير بيسيء لموضوع الأوعية الدقيقة عند مرضى السكريين، يعني بيسيء كتير كتير للقدم السكرية. مفصل شاركو، هلأ مو قلنا إنه المريض عنده صار إصابة بأعصاب الإجرين كلياتهم، لذلك المريض بيضل بيخبط على إجره بيخبط على إجره هيك حتى يخربون. شوفوا الهيلثي فوت وشوفوا الشاركوت فوت، بيتغير شكل الإجر وبترتخي الأربطة وبيتعرض لردود ويمكن يتعرض لكسور. إذا مفصل شاركو هو إصابة مفصلية مخربة، سببها الأساسي هو نقص حس الألم، إنه المريض بيخبط على إجره بدل ما يجعه هو مفكر حاله قاضي شغلة، يعني إنه وهو بيكون عم يأذي الأقدم. هلأ الوظيفة الحركية بتضل، بس هي شو بيصير إنه حس الألم بيضطرب بيؤدي لارتخاء بعض الأربطة وتكرار الردود والتعرض للكسور، وبيتشوه شكل القدم مثل ما حاطت لكم اياها. هلا بيتم يعني شكليا بتتغير، وحتى على الاشعه بيبين عنا عدم انتظام المفاصل وتخلخل العظام. التصلب العصيدي، الداء السكري من بين أهم المسببات للتصلب العصيدي بالإضافة للضغط الشرياني. الله يعطيكم العافية، انتهت المحاضرة. الله يعافيك يا دكتور أسماء، مزيك الخير يا رب. وإياكم. إذا في أي سؤال؟ تحب توقف التسجيل يا ريت، أنا ما باين عندي الشات. الله يعطيكم العافية. هلا دكتورة. الله يعافيك يا رب. تفضل. سؤال، لا المرضى السكري بسبب اعتلال اعصاب السكري بالقدم اكثر شيء،
نقص ترويب القدم ما بسبب على رؤوس الأصابع نقص ترويب وعتلال الأصابع؟ عفوا عيد السؤال. لا بل نقص ترويب أكثر شيء برؤوس الأصابع تبع القدم ما بسبب تبع اليدين أصابع اليدين. إيه هلا في عنا قدم سكرية بس ما في عنا هلا يعني في عنا قدم سكرية وفي عنا يد سكرية. إيه يد سكرية بس الأخطر والأشيع هي القدم. ليش؟ لأنه طول هلا أنت شوف مثلا ياس الشريان بين ما يطلع من القلب ليصل لرأس لنهاية إبهام القدم تقريبا أطول بشي متر عن تبع الإيد. لذلك إصابتها أشيع يعني وأكثر مشاهدة بكثير من الإيد السكرية. يعني مثلا إذا أجتني مريضة مثلا سكرية وإلى 20 سنة وضارب وبالغلط عم تعمل قرع أو يقطين وروحت إيدها بالسكين, طبعا هي بنخاف أبدا ما منعاملها مثل المريضة العادية. هي المريضة بنخاف جدا, وأنا شفت كذا مريضة إنه كيف بتصير إنتانات وعلاجها بيطول وممكن إنه يعني إما تفقد وظيفة الإيد أو إنه إذا ما سيطرنا على الالتهاب ممكن إنه يصل للعظم وممكن نصل للبتور. شفنا يد سكرية بس لا تقارن مع القدم السكرية أبدا. ليش السبب؟ السبب إنه طول الأوعية الطويل بالنسبة للإجر, لذلك بتصير الأوعية أدق وأطول وبصيبها الاعتلال الوعائي بنسبة أكثر بكثير من الإيد. تمام الله يجزيك الخير. مين بيحب كمان يسأل؟ يا دكتورة هلأ نحن لما حكينا على اعتلال الأعصاب إن أول شيء بتنصاب بالألياف الناعمة اللي هي المسؤولة عن حس الألم والحرارة. تمام, بصير فيها هون اضطراب. يعني نحن أول المرضى بيصير عندن بيوصفوا ألم في اعتلال الأعصاب إنه مثل عم يمشوا على شوك أو هذا, يعني في حس ألم شديد. بعدين مثل ما شفنا آخر شيء إنه رح يفقدوا حتى حس الألم, يعني مثل ما ذكرنا إنه مثلا ممكن يحرقوا حالا وما يحسوا. مهم تمام. وبعدين بينصاب الحركي ممكن ينصاب الاضطراب يحس الاهتزاز العميق. طبعا تمام دكتور الله يجزيك الخير. بس اما مثلا اغلب المرضى اول شيء بيقولوا لك انه ايدي واجري بيكونوا بردانين مثلا وعم يجعوني, بيجي بحطهم تحت الحافه بيدفوا شوي بيغلوا علي, بحسهم انه مثل النمل او مثل الخدر او كذا مالي حاسه فيهم. وحتى انه يعني بحط اجير بقوم بغسل بحط اجري على الحيط ما برتاح, هيك بيقول لك ما بقدر نام ضلني فاي او نايمه وعم يجعوني اجري وايدي ميبسين علي, عم هيك احساس فيهم غير مريح. هيك بيجوا المرضى بيوصفوا اول شيء. هذا مجرد انه اعطيناهم بريجابالين, اعطيناهم دلوكسيتين, ضبطنا لهم السكر, واذا السكري مثلا عندهم مثلا 5-6 سنوات ممكن انه يتحسن. هلا انتوا اذا انتبهتوا انه الاختلاطات كلها بتيجي مع بعضها, يعني المريض اللي عنده سكري مثلا من 20 سنه وماله وضابطه ابدا ودائما سكره بالثلاثينات والميتينات وكذا, بيجي يمكن يوم بيجي على العياده العينيه وثاني يوم بيجي على الاسعاف عنده جلطه وثالث يوم الدكتور العائل الكليه بيقول له كليتك مضروبه الكرياتينين صاير 3 وبتفحص له اجره. يعني كلهم للاسف شفت بعد الضبط السيء للسكر بعد 10 سنين 7 سنين 10 سنين المريض كل يوم بيجيك بقصه. بس هدول الاشياء القصص اللي بيجيوا فيهم العيني السي في اي او احشاء عضله قلبيه اعتلال الكلية والقدم السكرية, هدول أشياء اللي اليوم حكينا عليهم. ما مسموع الصوت سمحتي دكتورة. في مرضى سكري سمعت أنا الشكوى بيشتكوا بيحسوا بحرقة بأسفل القدمين والأصابع, مو تنميل ولا خدران, بحسوا بحرقة هيك مثل حتى هذا. تمام هي بيغلوا عليهم كل ما يدي بيحكي شيء. اي هذا تقريبا من كلياتهم تعتبر من اصابات التعبير بس مختلف نفس هدول كلياتهم يعتبروا اصابه الالياف الناعمه, يعني
انه هدول اول من ينصابوا وهن الاعراض على فكره هو الاشياء. يعني كثير شفنا مرضى عم يشتكوا من اعتلال الاعصاب السكري الحسي، بس قليل ما نشوف مرضى انه عنده يعني مثلا انه عندهم هبوط قدم او اصابه الحركيه. الإصابة الحسية أشياء، أول شيء بتبلش بإحساسات غير مريحة، وبقال كل مريض بيفسر شيء. إذا ما عاد حدا عنده سؤال نسكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.